نظم نادي راشل للفروسية وسباق الخيل بعد ظهر اليوم السباق 14 لهذا الموسم، والذي أقيم على كأس شركة مونتريال للسيارات وكأس نادي راشل للفروسية وسباق الخيل. نعم، وذلك على مضمار سباق النادي بمنطقة الرفة بالصخير، وبحضور عدد من أصحاب السمو وممثلو الجهات الراعية للسباق وجمهور من محبي رياضة سباق الخيل. وتم تتويج الفائزين بكؤوس السباق، حيث قام السيد إبراهيم آل الشيخ مالك شركة مونتريال للسيارات بتقديم كأس مونتريال للشوط الثاني إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة، وكأس مونتريال للشوط التاسع إلى الفارس الفائز بول هنغان، فيما قام السيد يوسف بوحجي المدير التنفيذي للعمليات بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل، وبحضور الشيخ سلمان بن راشد آل خليفة المدير التنفيذي للشؤون التنظيمية بنادي راشد للفروسية وسباق الخيل بتقديم كأس النادي إلى سمو الشيخ سلمان بن محمد بن عيسى آل خليفة. هذا وقد اشتمل السباق على 9 أشواط.